الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وآل بيته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه، في الكلام على تثبيت خبر الوحي. ووقفنا عند قوله: فإن قال قائل فدلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، الوارد هنا قبل هذا الكلام مباشرة أن عمر بن الخطاب أراد أن يجعل لكل إصبع في الدية قدرا مغايرا للإصبع الآخر على قدر منافع الأصابع. وقد ورد في النص أن في اليد 50 من الإبل. إذا كان في اليد 50، ففي كل إصبع كام؟ لم يأتي نص في الأول، لم يأتي نص، لكن الأصابع مختلفة المنافع والجمال. في اليد الواحد فهم عمر أو قضى عمر في الخنصر بعدد، وفي البنصر بعدد، وفي الوسطى بعدد، وفي السبابة بعدد، وفي الإبهام بعدد. المهم أن الجميع يكمل 50 تطبيقا للحديث. لكن هل في الحديث دلالة على كل إصبع يساوي الآخر؟ في الحديث لو في كل في اليد 50، فهو يقول لك أن عمر قضى في الإبهام بخمسة عشرة إبهام هذه، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. قل لا، أجعل منافع هذا يساوي منافع هذا إبهام. هذا من ناحية القياس أو من ناحية التفكير العقلي، وهو في الجملة من العدل العام لا يسوي بين المختلفات ولا يفرق بين المتساويات. وهي مختلفة ولا متساوية؟ مختلفة. هذا بالنسبة للعدل حس. حينما يصادم هذا النظر العام نص، فنحن نلجأ إلى النص. قضى بها، يعني هو قضى في اليد بخمسين، وكما قلت لكم اليد خمسة أطراف وهي مختلفة المنافع والجمال، فأعطى كل واحد على قدر ما رأى بحيث يكمل النهاية. المجموع يكون المجموع 50، يكون المجموع 50. قال: فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله قال وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، صارت الدلالة إيه هنا؟ الدلالة هنا كلية، ومعنى كلي محكوم على كل فرد من أفراد الأصابع بنفس الحكم.
فمعنا كم؟ معنا خمسة. إذن في الإصبع في السبابة عشر، وفي التي تليها، وفي التي تلي الخنصر، وفي الخنصر، وفي الإبهام، لأن هذا معنى أن الدلالة كلية. الدلالة كلية يعني محكوم فيها على كل فرد فرد من أفراد العام بنفس الحكم، كأن معنى قضايا بعدد الأفراد، ومعنى هنا في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه، صار الحكم على الجميع لا على المجموع. حينما يكون الحكم على المجموع أنت مطالب بنتيجة، إن في النتيجة إن في الخمسة يكون ديتها خمسة أطراف يكون ديتها خمسون، يكون ديتها خمسين. الحكم هنا حكم على المجموع، والحكم على المجموع لا يعني أن نفس الحكم على كل فرد فرد أو أن الأفراد متساوين. أنا قلت يعني كلنا يشبعنا، كلنا يشبعنا خروف، هذا مثال فقط، كلنا يشبعنا خروف، ليس معنى أن هذا سيأكل مثل هذا وأن هذا سيأكل مثل هذا وأن هذا تساوي الأفراد، لا يعني تساوي الأفراد. قل يعني ألف جنيه وزعوها عليكم، سمعناها التساوي، إلا إذا قلت بالسوية أو شركة أو ما إلى ذلك. فهنا جاء كتاب عمرو بن حزم فنص على أن كل إصبع فيه عشر. قال لما وجدوا هذا الكتاب صاروا إليه بعد قضاء عمر، ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله. قال وفي الحديث دلالتان ذكرناهما. وهنا فإن قال قائل يعني فدلني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، هل عمر بن الخطاب لو وقف على حديث آل عمرو بن حزم كان رجع كما رجع؟ سؤال. قال نعم يرجع كما رجع. ويترك اجتهاد نفسه؟ نعم ويترك اجتهاد نفسه، لأنه لا كلام لأحد مع كلام رسول الله إذا كان واضح الدلالة محكما غير منسوخ ولا خاصا لشخص أو مجموعة، كان ثابتا واضح الدلالة محكما غير منسوخ غير معارض بما هو أقوى منه، ولا كان في واقعة حال أو عين، ولا كان في واقعة عين أو حال مختلفة عن هذه الحال، يرجع إليه ويترك اجتهاد نفسه ويترك اجتهاد نفسه. قال فدلني على ذلك. قلت فإن أوجدتكه، قال ففي يريد أن يقرره أولا، قال ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين، أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد سنة، أن عمر قال من جهة الرأي حينما لم تكن معه سنة، والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل حتى ولو كان قد عمل به، حتى ولو كان قد
عمل به ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه، وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفه، لا يوهنها فهم إنسان ولا اجتهاد إنسان إذا خالف. وأيضا نفهم زيادة على ما ذكر أن علم الخاصة الذي ليس بمتواتر أو ليس بعلم عامة قد يعزب عن بعض الناس أو قد يعزب عن خاصة الناس، فقد خفي على أبي بكر رضي الله عنه ميراث الجدة، وخفي على عمر أن الأصابع متساوية في الدين، وخفي عليه خبر الاستئذان ثلاثا، خبر أبي موسى في الاستئذان، وخفي عليه أن المرأة ترث من دية زوجها كما سيأتي في حديث حمل بن مالك أو حمل بن مالك. وكثير قال: قلت أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، يعني أقاربه الذين يعقلون عنه. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه، كتب إلى الضحاك بن سفيان كتابا أن يورث امرأة أشيم الضباب من ديته، فرجع إليه عمر. رجع هنا وصل إلى علم عمر حديث كان يقول بخلافه، فرجع إليه وترك اجتهاد نفسه. وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع. أين؟ لا يوجد هذا الحديث قبل هذا الرسالة ولا بعده، إنما فسره قبل هذا في كتاب الأم، موجود في كتاب الأم. فقد ورد في كتاب الأم في موضعين. وفيه في كتاب الأم هناك في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي: في كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل. قال الشافعي: فترك الناس قول عمر وصاروا إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا في ترك عمر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر في نفسه، في فعل نفسه، في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي أوجب الله عز وجل عليه وعليهم وعلى جميع خلق. هذا في الأمة. ثم قال سفيان، أي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي
صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، يعني في الجنين إذا أسقط، لو حدث أن أحدا ضرب امرأة أو اعتدى عليها فأسقطت جنينة، أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئا، أي في دية الجنين، فقام حمل ابن مالك ابن النابغة فقال كنت بين جاريتين لي، يعني ضرتين، كنت بين جارتين، صح هو هذا الصواب، أنا قلت جاريتين، لا جارتين لي، هو الزوجة جارة، كنت بين جارتين لي يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، مصطح وعود من أعواد الخباء، خشبة كبيرة، فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله بغرة. الغرة هي البياض في رأس الفرس، أو قالوا البياض في كل شيء أو في مقدم كل شيء، والغرة صارت تطلق على العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، ثم أطلقت على كل عبد وكل أمة أبيض أو غير إيه أبيض، بغرة يعني بثمن أو بقيمة عبد أو وليدة، فقدر الغرة نصف عشر الدين، فالدية كم؟ 100، وعشر 100 ونصف العشر 5، نصف عشر الدين. فقال عمر، قضى فيه رسول الله بغرة، فقال عمر لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره، لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره، وسيأتي بما كان سيقضي. نعم سيأتي بعد قليل. وقال غيره، أي غير سفيان، إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا، حديث هنا مرسل ولكنه حديث متصل، وإن أرسله سفيان وأيضا طاووس لم يدرك عمر، لكنه متصل من روايات أخرى عن عمرو بن دينار عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر، عن ابن عباس عن عمر. فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك، يعني رجع من أجل حديثه أو لما بلغه من حديث الضحاك، ضحاك بن سفيان، إلى أن خالف حكم نفسه وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، يعني كان قد تحرر في نفسه اجتهاد في المسألة، كان قد أعد أو حصل منه اجتهاد في نفسه في المسألة، فلما جاء الحديث قطع عليه اجتهاده. وأخبر
في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. قال الشافعي يخبر والله أعلم، قال الشافعي يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة لأن في النفس 100 من الإبل، وهذا محكم في السنة، فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل. يعني إذا نزل حيا، وهذا محل إجماع أيضا، يعني لو نزل الجنين حيا يعني استهل صرخ صرخ ثم مات ففيه دية كاملة. أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل، فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه، وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء. فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره. يعني وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كل أمره إذا بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به وترك رأي نفسه. هذا شاهد آخر أن عمر كان يرجع إلى السنة ويترك اجتهاد نفسه. وهناك مثال ثالث سيأتي به أيضا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف، رجع بالناس. قال الشافعي يعني حين خرج إلى الشحم فبلغه وقوع الطاعون، فخرج بالجيش إلى الشام ووقع الطاعون في الشام، وهذا الطاعون يسمى طاعون عمواس، وقد هلك فيه 25,000 من المسلمين أو يزيد. وهو حينما نزل بسرق آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام بلغه نبأ الطاعون، فاستشار الناس وجزأهم، استشار خاصة المهاجرين فأشاروا، فبعضهم أشاروا عليه بالمضي، شيء خرجت له لا نرى أرترجع، نعزمنا وترك حتى يعني قطعنا أرض الحجاز كلها نرجع ونحن على الأبواب. حتى استشار مشيخة قريش فلم يختلف، بعضهم اختلف، بعضهم قال نمضي وبعضهم قال نرجع، والآخرون قالوا كذلك. حتى استشار مشيخة قريش فأجمعوا عليه أن يرجع، وقالوا له لا تقدم بهذا الوباء، لا تقدم بأصحاب رسول الله أو ببقية أصحاب رسول الله على هذا الوباء. قال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبح، أنا إن شاء الله غدا من أول اليوم سنرجع. فقال له أبو عبيدة يا عمر أفرارا من قدر الله؟ أفر من قدر الله؟ فقال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يعني لفعلت. نفر من قدر الله إلى قدر الله، ندفع القدر بالقدر كما ندفع البرد بالغطاء والمرض بالدواء. والجوع بالأكل دفع القدر بالقدر.
فلما قال ذلك كان عبد الرحمن بن عوف قد تغيب أو تخلف لشيء يقضيه، ثم لحق بهم فوجدهم قد انتهوا، وقضى عمر وقال إني مصبح على ظهر فأصبح. فقال معي في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إذا نزل البلاء أو الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا نزل بأرض فلا تقدموا عليه. ففرح عمر أن طابق اجتهادهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما رجع بالحديث، رجع من أجل لم يكن اجتهادا، كان اجتهادا ثم طابق الحديث. قال بأنا مالك عن جعفر، عن جعفر بن محمد عن أبي، جعفر صادق محمد الباقر عن أبيه أن عمر، طيب أبوه لم يدرك عمر، الحديث أيضا مرسل أو منقطع. طيب أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمره. عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، أي في حقن دمائهم بدفع الجزية وليس في جميع أمرهم. فهذا من الخاص الذي من العام الذي أريد به الإيه؟ الذي أريد به الخاص، لأنه في أمر خاص بحقن الدماء وقبول الجزية منه، هل يقبل منهم الجزية كما يقبل من أهل الكتاب؟ وإلا فبقية الأحكام على الأصل، لا تنكح نساؤهم ولا تحل ذبائحهم. قال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في هذا المسؤول عنه وهو حقن الدماء. ثم قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة ابن عبده التميمي، وهو من تابعي كبير، أنه سمع بجالة يقول ولم يكن عمر أخذ الجزية، أي منهم، لأن هذا هو المسؤول عنه، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. الرواية الأولى اللي هي مالك عن جعفر، يعني هذه الرواية منقطعة، لأن محمد الباقر لم يدرك عمر ولا يدرك عبد الرحمن بن عوف. قال الشافعي وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت فاختصرت خوف طول الكتاب، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. وبناء على هذا قال بعض العلماء إن الشافعي إذا روى أي حديث منقطع فإنما هو موصول من طرق أخرى. لأنه قال وكل حديث كتبته منقطعا
فقد سمعته متصلا أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة. وهذا الحديث أيضا المنقطع روي في رواية أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وجده هو سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، فقد روي متصلا إلى الحسين، والحسين رضي الله عنه سمع عمر وسمع عبد الرحمن بن عوف. فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويقرأوا القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا وهم عنده من الكافرين المجوس غير أهل الكتاب لأنهم ليسوا من أهل الكتاب. فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه. وده حديث خبر واحد ولا متواتر؟ وحديث بجالة موصول، فقد أدرك عمر بن الخطاب، يعني أدرك بجالة ابن عبدة عمر بن الخطاب، قد أدرك عمر بن الخطاب رجلا كان كبيرا وكان كاتبا لبعض ولاته، يعني كان كاتبا، يعني كان بجالة ابن عبدة كاتبا لبعض ولاة عمر، وكان كاتبا لجزء التميمي وكان عاملا لعمر، كان جزء التميمي عامل لعمر وكان بجالة كاتبا له. فإن قال قائل قد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، يعني سيعترض أو ربما يرد اعتراض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع أحاديث فطالب الراوي بشاهد أو براو آخر معه يصدقه فيما قال، فهنا لم يكتفي بواحد، فما الجواب؟ قيل له لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني: إما أن يحتاط فيكون، إما أن يحتاط فيكون، يعني إيه؟ فيكون أوثق عنده، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر وهو لا يزيدها إلا ثبوت، يكون في مقام احتياط. وسيأتي خبر أبي موسى وأنه لم يتهمه وإنما أراد زيادة الاستساق خوفا من وهم يكون قد عنا للراوي أو خروجا من حرج معين، لأن خبر أبي موسى الذي سيأتي أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا وكان عمر مشغولا فلما فرغ خرج فوجد أبا موسى قد ولى فناداه وذكر له الحديث إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، لأنه قال هذا يعني خروجا من حرج يلحقه ربما، ولكن ليس هذا بشيء عندي. الذي عندي أن عمر بن الخطاب كان كثير الدخول والخروج على رسول الله، وربما سهر معه في أمور المسلمين هو أبو بكر إلى منتصف الليل أو إلى الفجر، فهو كثير الدخول والخروج،
ابنته عند رسول الله، وكثير الدخول والخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من شأنه ألا يغيب عنه هذا الحكم، فأراد الاستثناء، يعني هذا الحكم مما يبعد أن يغيب عني علمه، فكيف لم أعلمه وعلمه أبو موسى وهو أقل دخولا على رسول الله مني. فمن هنا أراد الاستيثاق، خبر من شأنه أن يكثر ناقلوه، من شأنه أن يكون عالما به، ولذلك قال ألهاني الصفق بالأسواق، أو كل الناس أعلم يا عمر، أو كما قال. وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا، ويكون في يده السنة من رسول الله من خمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواردت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. ولعل في هذا إشارة إلى الترجيح بكثرة الرواة، كما يذهب عامة الأصوليين أو جمهورهم إلى الترجيح بين الخبرين المتعارضين في الظاهر بكثرة الرواة. وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة، فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد، طبعا هو يريد أن يقول إن الشاهدين بينة كاملة، الشاهدين بينة كاملة في الأموال والحدود ما عدا الزنا، بينة كاملة. فإذا قال ارتاب القاضي في أحد الشهود أو في الشاهدين، يقول له زدني شهود، لا لأجل أن الشاهدين لا يكفياني، ولكن لمزيد استيثاق لشبهة عنت له، شبهة حصلت له فأراد أن يستوثق. ولذلك عوتب سيدنا عمر في طلب آخر من أبي موسى الأشعري، عوتب بذلك، قال له أبي بن كعب: يا عمر لا تكن وبالا على أمة محمد، لا تكن عذابا على أمة محمد، إني أبو موسى كان يعني خائفا. قال له: إن لم تأتني بمن يشهد معك لأفعلن ولا أفعلن، وموعدنا الغداة عند المنبر. هذا شيء، أولا سيتهم في نفسه وعدالته وأمانته وصدقه، وأيضا ستضيع سنة من السنة، هذا أزعجه جدا. فقال أبي بن كعب: لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله. قال رجل أراد أن يستوثق، قال يعني هو يريد أن نحن نقرر الأصل أن الراوي الواحد العدل يكفي، فإذا طلب أكثر فلأمر آخر، لا لأجل أن الواحد لا يكفي في الرواية، إنما لمعنى آخر. قد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة وهما بينة كاملة، والثلاثة بينة كاملة من باب أولى، فيقول للمشهود له زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما، لأن الشرع أمره بذلك. ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبرة فيقف عن خبره
حتى يأتي مخبر يعرفه. وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له، يكون مستأهلا له، له أهلية، لأن يقبل خبره. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. فإن قال قائل هو يعني فرض ثلاث محامل، قال فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا أما في خبر أبي موسى يعني يختلف المحامل، تختلف باختلاف الراوي أو باختلاف القصة أو باختلاف الموضوع الذي فيه الرواية. فأما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله، والاحتياط أتى من أنه كثير الدخول والخروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بهذا، ولربما حدث له مرة أو أكثر مرة أنه استأذن على رسول الله أكثر من ثلاث مرات ولم يعاتبه رسول الله في ذلك، فتعارض ما عنده بما أتى به أبو موسى فأراد أن يستوثق أكثر. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ فقد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله، كأنه يخوف غيره، وبخاصة إذا أتى بشيء غير معهود أو غير مشهور. فإن قال هذا منقطع، فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده، ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا، ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما، جرح الشاهدين أو الجهالة بعدلهما. وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. بعض هذا كأنه يرد على من يفرق بين بعض أخبار الآحاد وبعضهم، ويقول أقبل هذا من فقيه ولا أقبله من غير فقيه، أقبل هذا في بعض الأبواب ولا أقبله في أبواب أخرى إلا من جهة أخرى غير جهة العدد. قال في كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت، قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقال وإلى عاد أخاهم هود، وقال وإلى ثمود أخاهم صالح، وقال وإلى مدين أخاهم شعيب، وقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، لأن تكذيب رسول كتكذيب جميع
كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواه. وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء، يعني سواء خبر